160 زائد 6 166. احنا حكينا اكبر رقم عندي كم، اللي هي 163، لكن انا ما عندي هون بطول الفئة ما خلاني اوصل لل163، خلاني اني اوصل ل166. حكيت لك يزيد مش مشكلة، ينقص ممنوع. هلا كيف بدي اطلع التكرار؟ برجع للسؤال وبشوف ال143 ل148، كل الأرقام اللي بتنشمل من هاي الفئة بيكون بعدهم. يعني عندي ال143، ال145، ال146، ال147 وال148، تكرارهم طلع معي 6. وبتكمل يا سادس على هذا الإشي. السؤال الرابع بحكي لي: حمل الطالبان أنس وخالد مسحا لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن. معطيني هذا الجدول وحكي لي شو الفئة. هون مش طالب مني إني أعمل جدول تكراري ذو فئات، لا، هو معطيني جدول وسائلني عليه مجموعة أسئلة. بحكي لي شو الفئة الأكثر تكرارا بين الذكور. هون سألني على مين؟ على الفئة. ما بروح بختار عدد الفئة، هاي هي عندي الفئات اللي هي العمر، اللي هون أنا عندي، هون أنا عندي فئات، إذا بختار الجواب من الفئات. ما سألني عن عدد، لو عن عدد بروح على التكرار. ما الفئة الأكثر تكرارا بين الذكور؟ بروح بشوف عند الذكور مين الفئة اللي متكررة أكثر إشي. أنا بدي الجواب الفئة، لكن كيف بدي أعرف من الفئة؟ بروح بشوف التكرار. مين أكبر رقم بالذكور؟ عندي 2، بروح على أكبر منزلة، عندي 2، 2، 3، 3، 4، 4، أكبر رقم، اللي هم هدول أكبر رقمين. طب هلأ بروح بشوف أقارن بينهم، مين هو أكبر رقم فيهم؟ 4، 4، 1، 1، 0، 4، مين أكبر؟ الأربعة. إذا 15 ل 19 هي الفئة الأكثر تكرارا بين الذكور، يعني اللي عمرهم من 15 ل 19 هم أكثر. ب بحكي لي الفئة الأقل تكرارا، الفئة الأقل تكرارا بين الإناث، بروح على الإناث، أعداد الإناث، مين أقل رقم فيهم؟ عندي بروح على أكبر منزلة عشان أقارن، هاي عندي اللي هي الواحد. هلأ بروح بشوف مين أقل منهم، 9، 7، 5، 3، 5، 1، مين أقل؟ اللي هي عندي هاي، هذا أقل رقم بينهم، فبتكون بين هاي الأرقام هذا أقل رقم. إذا الفئة اللي هي إيش الأقل فئة؟ اللي هي من 35 ل 39. جيم بحكي لي: ما عدد الأشخاص من الجنسين، يعني الذكور والإناث، اللي بتقل أعمارهم عن 25؟ تقل أعمارهم عن 25، يعني من 10 سنين ل 24، هدول كلياتهم بتقل أعمارهم عن 25، أعمارهم عن 20 سنة، عفوا، اللي بتقل أعمارهم عن 20 سنة، اللي هي من 10 ل 14 ومن 15 ل 19، مش ل 25 ل 20. اللي بتقل أعمارهم عن 20 سنة، اللي هي من 10 ل 19، هاي اللي بتقل أعمارهم عن 20 سنة. هلأ بروح بجمعهم، يعني بدي أجمع 4105 زائد 4146 زائد 2937 زائد 2667. ليش بدي أجمع ذكور وإناث؟ لأنه هو طالبني من كلا الجنسين، فباجي بجمع عالي بطلع 13855 شخص، عدد الأشخاص اللي بتقل أعمارهم عن 20 سنة. الواجب اللي عليك تكتب التلخيص على دفترك بالإضافة لحل السؤال الأول والثاني. يعطيكم العافية.